مساء الخير. ايه المجالات المختلفة اللي يقدر الصيدلي يشتغل فيها؟ مؤخرا سمعنا كتير على ان اعداد الصيدلة زائد عن الحد. بصراحة ان اعداد الصيدلة زائد عن الحد على قد ما في توزيع غير عادل للصيدلة على التخصصات اللي ينفع يشتغلوا فيها. فاحنا دايما بنحصر دور الصيدلي في ان هو يا اما صيدلي جوه صيدلية او ان هو يشتغل زي ميديكال ريب. مع ان الصيدلي يقدر يتخصص اكتر من 30 تخصص مختلف، بس الفكره كلها ان مفيش وعي للصيدله خصوصا الخريجين وانا ممكن اشتغل ايه غير الحاجات المشهوره للصيدله. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يقدر الصيدلي يشتغل في الفارماكي ابيديميولوجي، في الفارماكي ايكونومكس، في الهيلث بوليسي، يقدر يشتغل في الريجستريشن للدواء، يقدر يشتغل في البرايسنج، في الريمبيرسمنت، في التندر، يقدر يشتغل في الميديكال انشورنس، يقدر يشتغل في الان لاب ريسيرش او ان هو يشتغل في لاب او في البوست لاب ريسيرش في كلينيكال ترايلز، يقدر يشتغل في الكلينيكال فارماسي ودي تحتيها تخصصات كتير جدا، في الهوسبيتال مانجمنت، في السبلاي تشين اند سو اون، والليستة كبيرة جدا. السنة دي ان شاء الله احنا واخدين على عاتقنا في اكسايت اكاديمي از وان اوف اور مين اوبجكتيفز ان احنا نوعي ونزود الوعي على المجالات المختلفة اللي احنا نقدر نشتغل فيها كصيدلة، اللي لو عملناها هنبقى استفدنا الاستفادة القصوى بالhuman resources اللي هي أحسن حاجة عندنا في مصر، زي ما نقول كده optimized human resources في المجالات المختلفة اللي موجودة. انتظرونا إن شاء الله، هنبقى بنحط schedule بالevents وبالvideos اللي احنا هنعملها، وهنبتدي أول حاجة بكارير pharmacy economics. أنا لو عايز أتخصص pharmacy economics الحاجات اللي المفروض أعملها بعد التخرج. شكراً.